الحمد لله يعني من نعمه ربنا سبحانه وتعالى عليك ان انت تشتغل حاجه بتحبها. دي بقى حاجه ان انت تحب حاجه فتفضل الحاجه دي او تتقلب الحاجه دي تبقى هي لقمه عيشك. ده اللي بيحصل معايا انا. التعليق لما فتره كورونا دي بعدت شويه او كان العالم كله واقف عشان الكوره زي لعيب الكوره كانت بالنسبه لي صعبه نفسيا بتبقى صعبه انك بعدت عن حاجه بتحبها. دي حاجه انت بتحبها طبعا. زي المسرح زي الفنان اللي بيبعد عن المسرح نفس الكلام بالنسبه للكوره. حضرتك قلت ان التعليق وخاصه كره القدم مدارس يعني طبعا. في مدارس مختلفه. ايه المدارس ايه نوعيه هذه المدارس وكابتن عصام عبده من ينتمي لاي مدرسه من دول؟ انا بحب المدرسه بتاعت امريكا اللاتينيه يعني بس بـ بـ مش بصراخها القوي ويعني معدل انا عدلت انا اقدر اعدل عليها. مدرسه اللي هي فيها روح الحياه. بص يا كابتن هاني مباراه كره القدم تفاعلات تفاعل ماتش فيه احساس فيه هجمه هنا وفيه هجمه هنا وفي فريق قاعد وفي حد قاعد بي 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 بيتحرك عشان عاوز فريقه تجيب كوره. ما ينفعش ان انا اعلق الماتش برتم المشاهد هيتعب واغلبيه المشاهدين بيحبوا المعلق اللي عامل حياه للمباراه. امريكا الجنوبيه فيها كده ولاحظت جول ده ممكن معلقين انا معاهم انا علقت مثلا البوكا والريفر في 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 في, في الارجنتين بتلاقي المعلق ممكن يطلع فوق التيبل اللي موجود معاه من كتر الاصرار والفرحه ساعه الجول دي عندهم حاجه هو بيفضل يقول جول يعني الجول دي بتاخد لها وفي اتنين بيكملوا تحس ان في اتنين. فطبعا انك تعمل روح للحياه بس مش بالصراخ اللي هو من بدايه المباراه لان تتعب ودن المشاهد لازم هو انت بتتفرج مع المباراه وانت واصف للماتش. لو خرجت عن اطار ان انت واصف للمباراه اعتقد ان انت تبقى صعب تبقى معلق شاطر وما تقدرش تشد ودان الناس ليك. فدي طبعا مهمه جدا انت واصف للماتش مش واصف فني قوي لان دلوقتي في استوديوهات تحليليه ما انا بتكلم حضرتك في بعض المعلقين بيبدا يتكلم فني اكتر شويه ويحلل فني اكتر شويه وده بياخد برضه بياخد جزء منه لازم تعرج عليها لازم حلوه تعرج عليها لازم يعني تروح فيها عدي عليها طبعا. كابتن هاني انت كابتن هاني دلوقتي انت ماسك منتخب مصر تمام عامل بقالك اسبوع بتقطع في ماتش هتلعب مع فرقه جيت عملت تاكتكس كويس شايفك في الملعب بتكون كويس بتحضر الفرقه كويس قافل زوايا كويس الباك بيغطي عندك كل الكلام ده لازم تتكلم عليه في جزء بدني كويس. في نهايه السيزون اعمل سيرش اشوف فرقه كابتن هاني افضل فريق بدني فابدا الموسم الجديد اقول كابتن هاني كان عامل كذا. فده حقوق ناس خلي بالك كابتن يعني دي حقوق ناس شغلانه التعليق ده زي حقوق ناس مدرب معد بدني دكتور حكم في الملعب لا تقصوا عليه خدت بالك. فطبعا اللفظ محسوب جدا على المعلق وانا اجيتك تماما في النقطه دي لان كمان في بعض الناس او في كان بعض الفترات بصراحه بيبقى اللعيب بيخرج يقول لك انا كنت عامل ماتش كويس قوي لكن التعليق نفسه طبعًا. المعلق نفسه خلى الناس تروح في سكه تانية خالص طبعا فده طبعًا. كمان ترمومتر لاداء اللاعبين واداء المدربين طبعا بيضيع وبعدين انت بتضيع ما بقول لك انت بتضيع شغل. فانت لما بيكون عندك عين كويسه عشان كده اغلبيه كل اللي بيلعبوا كوره بيحبوا المعلق اللي ليه فنيات هو بيحس ان هو بيجيب لهم حقهم في المباراه خدت بالك. والمفروض ان المعلق مالوش زي ما قلت لك مالوش لا سين ولا صاد انت بتدي له 90 دقيقه عشان حتى جمهور الفريق المنافس لما بيكون وحش وانت بتجامله انت ممكن في الفتره دي 90 دقيقه بيبقى مبسوط منك لكن بعد كده ممكن ما بيحترمكش انت كرجل ورا الميكروفون المفروض تقول على كل الظواهر وهو بيستمتع المشاهد طبعا انه بيحب الكوره فانت بتقوله على الجوانب الخفيه ودي مهمه جدا بس برضو ما بتتطرقش فيها قوي فنيا لان زي ما قلت لك معانا استديوهات تحليليه بشكل او باخر فبتدي كمان جزء للمساحه للناس تتكلم طبعًا فيها طبعًا بشكل اكبر طبعًا. ايه المدارس الثانيه كابتن حضرتك من هوات او من محبي مدرسه امريكا الجنوبيه ايه المدارس المدرسه الاوروبيه بتعتمد على الهدوء قوي واتنين كومنتيتور بيعلقوا انا حته اتنين يعلقوا انت برضو مش محب ان حد جنبك انا التعليق بص التعليق بالنسبه لي خصوصيه غير طبيعيه يعني انا ما لو حد شافتك وانا بعلق كسف التعليق لان انت جوه بتنفعل يعني انت كمان بتحب نفسك تكون جوه الكابينه ومحدش طبعا محدش يبص عليا ولا هي مفتوحه ولا حاجه وبعدين اخش بقى ذهني رايق ومبسوط لما اكون مثلا عليك ستريس او حاجه ما بتعرفش تعلق لان هو كلام عارف هو بص يا كابتن هاني الماتش ده واحد رايح يقابل المحبوبه بتاعته فانت تقابلها ازاي تقابلها بقى نفسك مستمتع بيها رايح تستمتع لما بيوصل الاستمتاع ده عندك بتوصله للمشاهد امر طبيعي جدا بيوصله. فانت طبعا المدرسه الاوروبيه بتعتمد على الاثنين دي احنا في العرب ما قدرناش نروح عليها ودلوقتي خلي بالك الاجيال كمان المستوى المتلقي تغير
يعني مستوى تلقي زمان مصر بقى في الثلاثينات والاربعينات والخمسينات. هرجع معاك للايام الحلوه دي. الايام بتاعت محمد لطيف وكل دول. لكن المدارس دلوقتي اختلفت مع الاجيال. زي المطربين اختلفت، زي نفس الكلام بالنسبه للمعلق، مستوى المتلقي تغير. اختلف. الولاد بتاع 14 و15 و16 سنه دول عاوزين معلقين بشكل معين، تمام؟ واللي فيهم عاوزين بشكل معين، واللي فيهم عايزين بشكل معين، لكن الاغلبيه دايما بتجمع على ان انت تدي الحاجه الوسطي الكويسه، ان انت تبقى عايش معاهم وبتقرا معاهم، طول ما انت بتقرا ومتابع معاهم الاجواء اللي حواليك بتعرف المشاهد وتبقى دايما مطلوب يعني، لان الشغل في القنوات الاحترافيه كابتنيه صعب جدا. صعب طبعا. عشان تفضل موجود ويبقى ليك اسم ومتواجد وكده بياخد منك مجهود كبير جدا، ولازم دايما تشتغل، مفيش هزار يعني، انت زي اللعيب المحترف دايما اسمك لازم يعلى عشان تبقى ليك تواجد وليك مكان يعني في اكيد. وانا